ذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن مصر ضمن 10 دول إفريقية تقدمت طوعا بتقييم مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها المنظمة الدولية حتى 2030. وأوضح نسيم أولمان الخبير الاقتصادي بمكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا أمام الاجتماع 32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية الذي بدأ أعماله أمس ويستمر حتى يوم الجمعة القادم بالرباط، أشار إلى أن مصر ودولا أفريقية أخرى ستقدم تقييمها لمدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 خلال الاجتماع القادم للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة الذي سيعقد في أبريل 2018 في إحدى دول غرب أفريقيا.